السلام عليكم، مرحبا بكم كاملين ومجددا في قناتي يوميات لمياء. شحال ما حطيت لكم شي حاجة صراحة، ستريس وكنوجدو. الله يصوب، دعوا معنا الله ييسر لنا في شي وظيفة. المهم دابا كنصور لكم الأجواء ديال مولاي عبد الله أمغر. جيت مع بابا حيت بابا عنده الطير استقر، حيت جدي كان عنده الطير، فداكشي متوارث. وكيحضروا كل عام لمولاي عبد الله ضروري كيتبتوا الحضور ديالهم وكيجيو باش يستعرضوا الطيور. المهم صورت لكم تعريف على الطير الحر وعلى جمعيه القواسم لصيد الصقور اللي كان فيها جدي الله يرحمه ولا فيها دابا بابا. وصورت لكم كذلك لقطات من التوريده، فرجه ممتعه خاصه من بعد المصالح المختصه وزاره الفلاحه. هي اللي كتنظم هاد الصيد بالصقور في المغرب، الجمعيه مقروها في ولاد فرج. ولاد فرج توجدوا جعلوا في شرق الجديده ب 40 كيلومتر. حنا دابا في اطار الجوائز وهادشي كنديروه بيناتنا، ما كاينش شي مسابقات لا كنديروا الصيد، كاينش مسابقات كجوائز، ولكن كاين حضور ديالنا عبر العالم فيما يخص. مثلا درنا 3 شهور في المتحف ديال لشبونه، 3 شهور شاركنا في ملتقى عالمي للصيد بالصقور في كارمونا في اسبانيا، وشاركنا في معرض البيزره للمره الثالثه في ابو ظبي. الطريقه ديالو طريقه معروفه، اعرفها الى السقار فيها اسرار، لانه ماشي من السهل باش تربي سقر، خاصك تكون عندك معلومه. ما كتقراش في الانترنت، ما كتقراش في الكتب، ولكن ترانسميسيون دو بيرون فيس، كدوز لا ترانسميسيون كدوز من السقار لسقار لاخر. اذا السقار خصو يكون يعيش، اذا بغيتي ولدي يطلع سقار خصو يعيش في عائله ديال السقاره، ماشي غيمشي للمدرسه وغيقراها، ولا غيمشي الانترنت يقرا عليها، ما غاديش ياخذ لو سيكل، غيعرف شنو الطير شحال كيعيش، دابا الطير اش من نوع، غيعرفو اش كيعيش. ولكن لافيتاج والتدريب والانتروتيا والعنايه به خصها تدوز رئيس حمد مصطفى الدمياني وشعيب بوزلدة طلعوا في العالمي وشو الخير ديالهم. Come on.
الوطن مهرخاوي. Thank you.
حتى الله غيبوك. واحد جوج ثلاثة. Orange.